يكمل ثم جرت له لهلاكه محاورات معه مع الخليفة ومع ابن الخليفة أبي بكر، ثم أمر بهما فأخرجا ورفسوهما حتى ماتا. أين الخوف وأين التردد؟ ثم جرت له محاورات مع الخليفة ومع ابن الخليفة أبي بكر، ثم أمر بهما فأخرجا ورفسوهما حتى ماتا، وأطلقوا 17 وأعطوهم نشابة، فقتل منهم رجلان، وطلب الباقون بيوتهم فوجدوها بلاقع، فأتوا المدرسة المغيثية وقد كنت ظهرت فبقيت أسأل عن أبي، فدللت عليه فأتيته وهو ورفاقه فسلمت عليهم، فلم يعرفني أحد منهم وقالوا ما تريد؟ قلت أريد فخر الدين ابن رطلين وقد عرفته، فالتفت إلي وقال ما تريد منه؟ قلت أنا ولده، فنظر إلي وتحققني، فلما عرفني بكى، وكان معي قليل سمسم فتركته بينهم وأقمنا هناك إلى صفر، إلى أن رفع السيف فأتينا دار فخر الدين أحمد ابن الدامغاني صاحب الديوان، وقد أراد ابن العلقمي أن يضره فقال لهلاكو هذا يعرف أموال الخليفة وذخائره وأماله وهذا كان يتولاها، فقال أي هلاكو إذا كان الخليفة اختاره لنفسه فأنا أولى أن أوليه، وكتب له الفرمان وقال للوزير لا تفعل شيئا إلا بموافقته. أقول مع كل التدليس والتفنن به، لكن يمكن الالتفات إلى الكثير من الأمور التي تفضحهم وتكشف أباطيلهم. فالمعروف عن هلاكو أنه كان لا يحترم العملاء الخونة، بل كان يسارع في قتلهم، أما المخلص الأمين الصادق فكان يستخلصه لنفسه. وإلى هذه القاعدة حاول منهج التيمية تدليس الوقائع والتاريخ، ومن ذلك ما فعله المدلس هنا، حيث جعل خصوصية ومكرمة للدامغاني لأمانته في عمله مع الخليفة في مقابل ابن العلقمي الخائن المتآمر، حيث قرب هلاك الدامغاني أكثر من ابن العلقمي وجعل ابن العلقمي تحت مشورة وأمرة الدامغاني. لكن نسي وجهل ابن تيمية ومنهجهم السقيم أن هذه القاعدة تعني أن إمامهم ابن الجوزي قد ركس في التآمر وغرق في الخيانة على الخليفة ولي نعمته، بحيث هلاكو لم يستمهله أبدا فقتله دون تأخير ودون تردد. دال هذه هي أدلة التيمية السقيمة، فكلها مردودة عليهم، بل هي دليل إدانتهم وكاشف عن جهلهم وغبائهم وتدليسهم وتطرفهم وإرهابهم وإجرامهم على طول التاريخ. ها، ومما يكشف ويؤكد التدليس في المقام أن الكلام مضطرب وغير مترابط المعنى، فأصل خرافة العجائز في نفاق ابن العلقمي وإرادته الإضرار برفيقه الدامغاني أنه قال لهلاكو، لاحظ هذا أصل خرافة سوالف العجائز في نفاق ابن العلقمي وإرادته الإضرار برفيقه الدامغاني أنه قال لهلاكو هذا يعرف أموال الخليفة وذخائره وأمواله وهذا كان يتولاها. أقول فأين الأموال والذخائر وما هو مصيرها؟ فهل حصل عليها هلاكو أو أن ابن العلقمي كذب عليه؟ وهل أن أمانة الدامغاني استمرت بحيث لم يدل هلاكو على الأموال ومع هذا أبقى هلاكو ولم يعاقبه بل كافأه فاختاره لنفسه والعمل معه؟ خرافة تيمية بامتياز. أو أنه فتح له
خزائن الخليفة ودله على كل الأموال والذخائر، فأين الأمانة؟ فهو قد خان الأمانة، فكيف استأمنه وقربه واختاره هلاك لنفسه؟ وإذا كان هناك مبرر الدامغاني لإرشاد هلاك إلى خزائن الخليفة وأمواله وذخائره، فلماذا تنفون نفس المبرر عن ابن العلقمي؟ فما يصح ويجوز هنا فإنه يصح ويجوز هناك، فالحلال حلال والحرام حرام حسب الشرع الإلهي ورسالة نبيه الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه. أما شرع الأرباب المليونية من الأمرد إلى الصليب والبقرة والقرد والحية والهواء والتراب والخمر والنساء والرقص والغناء إلى غيرها من أرباب تتصور وتتجسد في اليقظة والمنام، فشرع هؤلاء خاص بكم يا تيمية، فلكم دينكم ولنا ديننا، لا نعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما نعبد.